كيف تم التسهيل للعديد من مئات الالاف من الاوكرانيين عبور بدون وثائق الى اوروبا، ونعلم ان اوكرانيا ليست عضوة في الاتحاد الاوروبي ولا في منظمة شنغن، لان استفادت من التسهيلات بصورة رهيبة جدا، في حين ان اللاجئين الذين مروا على الاراضي الاوروبية وعلى بولندا تم توقيفهم في الحدود بولندا السنة الماضية، وشفنا الازمة، شاهدنا الازمة التي حدثت للاجئين الافغان واللاجئين السوريين الذين تم ضربهم وقمعهم حتى لا يمرون على عبر الحدود البولندية إلى الأراضي الأوروبية في غرب أوروبا. هنا تطرح مسألة الأخلاق ومسألة الازدواج في المعايير. قلنا بأن هذا النزاع كشف المسطور وكشف يعني وقاحة الاتحاد لبعض الدول الأوروبية إزاء التكفل باللاجئين، وخاصة في المسائل الإنسانية، ونحن نعرف أن عند النزاعات مسألة التكفل باللاجئين تصبح مسألة إنسانية أولوية للعديد من الدول، والقوانين الدولية هي التي تفرض وجودها وليس القوانين المحلية للدول. أكيد أن شاهدنا كيف سارعت الدول الأوروبية إلى ضخ أموال لدعم اللاجئين الأوكرانيين، في حين أن اللاجئين في إفريقيا مثلا في منطقة الساحل يعانون الفقر، هناك مشكل لتهريب الأسلحة، مشكل للمتاجرة بالبشر، مشكل للمتاجرة بالمخدرات. لم تكن لأوروبا ذلك القوة، ذلك التجنيد للوقوف للحد من هذه المشكلة، في حين أن أوكرانيا الأوكرانيين استفادوا من كل هذه التسهيلات. شاهدنا ماذا حصل في الملف السوري، اللاجئين السوريين منعوا من المرور الى الاراضي الاوروبيه، هناك ضحايا، العديد من الضحايا الذين فقدوا الارواح، الذين توفوا في وهم يحاولون قطع البحور من تركيا الى اليونان، ثم من اليونان الى بولندا، ومن بولندا الى اوروبا الغربيه، حتى اصبحت الازمه فاقت سفحلت وجعلت اوروبا لن تستطيع ان تغض الطرف على هذه الأزمة.